شو طارق؟ بطلت تلعب هون كمان؟ يعني ايه؟ هلا اذا بدك يعني صدق انه من كل عقلك انه انت مالك فهمان، فهذا الكلام ما رح يزبط معنا يا دكتور. يا زوز مالك دخله حاميه كده؟ لانك بتعرفني كثير منيح، وبتعرف اني ما بحب ضل اعطي اشارات لحدا بيطلع لبرا وبيشتغلني بالمصري. وين المطلوب؟ هلا فهمت علي. رح روح جيب شنطتي ونطلع. روح. انت بتحرق السيجار ولا السيجار هو اللي بيحرق؟ لازم احرقه قبل ما يحرقنا كلنا. انا اول مره اشوفك كده، علقتني. طارق خان الاتفاق اللي بيني وبينه، بعد ما ساعدته وقفت معاه جرى مالي فكة وهيبيع الفيلا بملايين. طب وانا ايه علاقتي بالموضوع ده كله؟ انت الموضوع كله دلوقتي، ولو فضلت ساكته كده واخده جنب هتطلعي من المولد بلا حمص. لازم نفكر بسرعه، طارق خطواته أسرع مننا كلنا. أنا كده كده مش عاوزة حاجة، والسبوبة دي كلها ما تسواليش حاجة. أنا كنت بساعد مش أكتر. بص يا كريمان، حبيبك هياخد الفلوس والحب وكل حاجة. نسيت أقولك، صحيح هو اختارها خلاص وجايز يضحي عشانها. طارق ما بيختارش غير نفسه، مالوش عزيز، ما بيضحيش عشان خاطر حد. اطمن، حيرميها زي ما رمى غيرها. دهب مش زي غيرها. وانا مطلوب مني ايه؟ تطمعي، اطمعي شويه وتبصي لنفسك، هتلاقي ان مصلحتنا واحده. وانا متاكد إن مفيش حد في البلد دي يعرف أسرار طارق زيك. دي قوة يا كريمان. قوتك مش في جمالك بس، قوتك في دماغك. أنت ذكية. وأنت أذكى يا متر، وعارف مصلحتك كويس. بس أنا بقى مش متأكدة إن مصلحتك هي مصلحتي. يا حبيبتي يا كريمان، صدقيني والله مصلحتنا واحدة. لازم نتحرك بسرعة قبل ما طارق ياخد دهب والفلوس وكل حاجة. ازيك يا شيخ؟ نعم. الهام موجودة من فضلك؟ هو أنت عايزة إيه منها تاني؟ هو أنت ما كفيكيش اللي عملتيه فيها؟ تاني يا شيخ. اتفضلي. أنا جاي عشان أطمن عليكي. ما كانش له لزوم يا حبيبتي الحاجات اللي أنت جبتيها دي. هو إحنا ممكن نتكلم كلمتين لوحدنا من فضلك؟ لا، الكلام هنا عادي، إحنا هنا مفيش حد بيخبي على حد حاجة. أنا ماليش دعوة باللي حصل لك ده خالص. أنا حزينة قوي عشان اللي حصل لك ده، وأكيد ما أتمنالكيش حاجة زي كده خالص. ما كنتش احب ان الامور توصل لكده خالص. بدليل ان انتوا طردتوها بره الفيلا وكوشتوا على كل حاجه، تحب اعملك ايه تاني يا حبيبتي؟ اطردها لك بره البيت عشان حضرتك ترتاحي؟ الحمد لله ان انتي صحتك كويسه. عن اذنكم.
استني يا حلوه استني، خدي الحاجات دي معاكي ورجلك دي ما تخطيش على عتبه الباب ده خالص. انت سامعه؟ لو شفتك هنا تاني ههينك. يلا 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 يلا. ده هي تاخدك. اتفضل دوق بقى وقول لي رايك في اكلنا. ايه ده؟ انا مش مصدق اللي انا شايفه. معقول يعني تفتحي فرن وتقعدي تخبزي وتعجني وتخدمي على الزباين؟ معقول عادي، احسن ما تسرق وتنصب وتعيش بالحرام وتدخل السجن في الاخر. ايه رايك؟ مش كده احسن؟ وسبتي حياتك كلها ورميتيها ورا ظهرك وهتبقي مواطنه صالحه؟ صالحة لمدة امتى طيب؟ يا سكر انت لسه دم خفيف جاي ليه يا صبحي؟ خير؟ عايز ايه؟ جاي عشان طارق. طارق هو اللي اجهض الهام يا دهب. ايه الرياكشن ده معناه ايه؟ فاجئتي؟ ولا عاوزة تفهميني انك ما كنتيش حاسة مثلا؟ خلاص يا دهب، تقدري تقولي طارق وصل اللي هو عاوزه. الهام هتطلع من الفيلا ايد من ورا وايد من قدام، وهو هيحط ايده على الفيلا، مش هنعرف ناخد منه مليم. الله يخرب بيت امي الفيلا دي. مين قالك ان هو هيعمل معانا احنا كمان كده؟ انت مستعد يعمل اي حاجه. قتل ابنه عشان حد الفيلا، بس انا مش هسكت له لو حاول يغدر فيا. مطلوب مني ايه؟ جاي هنا ليه؟ جاي اعرف لو ده حصل هتوقفي بصف مين؟ لازم تروحي الفيلا في اقرب وقت يا دهب. مش عايز اصحى بكره ولا اللي بعده الاقي طارق باع الفيلا وهرب، مش هنعرف نجيبه تاني. سلام يا بولت.